السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخوان المهندسين والمهندسات. النهاردة لقانا في الفيديو رقم 383 في قناة عالم الهندسة المدنية Civil Engineering World، ويعتبر الجزء العاشر في سلسلة السياجات الشبكية أو Chain Link Fence. في الفيديو ده بعنوان الماتيريال ابروفال، وهو ازاي بيتم اعتماد مورد معين لتوريد المواد للمشروع عندك في حالة الاحتياج ان انت تعتمد سبلاير معين او مورد عندك في المشروع. وكالعادة في ان احنا عشان نعتمد ابروفال لسبلاير معين بنعمل سبيسيفيكيشن كونفرجن شيت كالعادة، وبنذكر فيه السبيسيفيكيشن بالنسبة للمشروع اللي موجود عندنا، وبيكون في عندك ماتيريال سورس. ماتيريال سورس ده هو اسم المورد اللي موجود عندك، وفي سبيسيفيكيشن ريكويرمنت، وفي بروبوزد ماتيريال، والريمارك سواء ان هي كومبلاي او نون كومبلاي. بالنسبه للشين لينك فنس اللي موجود عندنا، طبعا كنظره سريعه انه مكونات الفنس انه بالنسبه تكون الجيت او البوابه، والفريم اللي موجود بالنسبه للبوابه، والفنس العادي من حيث اللاين بوست او الكورنر بوست، الشين لينك فنس نفسه، الشبك اللي موجود، لو في عندك توب ريل او بوتوم ريل، في عندك تنشن واير، لو انت محتاج البربد واير او الكونسرتينا تيب زي ما وضحنا في الفيديو اللي فات. فنرجع للسبيسيفيكيشن الموجوده بالنسبه للشين لينك فابريك، ده الشبك نفسه اللي موجود بالنسبه للبوست. زي ما انت شايف انه في المواصفات الخاصه بالمشروع انه كان المينيمم كور دايمتر اوف ذا جالفانايزد شين لينك فابريك يكون 3.55 ملم، ده الكور نفسه او قلب الشين لينك فنس الفابريك نفسه. ولو انت حطيت مع البي في سي كوتد او الاوتر سايد دايمتر بيكون 4.75 ملم افتر بي في سي كوتينج، بعد ما تعمل البي في سي كوتينج. طبعا ممكن يكون عندك جلفانايزد فمش هتحتاج البي في سي كوتينج، تمام. وفتحات المش سايز اللي موجوده بالنسبه للفابريك عندك 50 ملي او 5 سنتي، وفي عندك توليرانس زايد او ناقص 3 ملي ممكن مسموح بيها. بالنسبه لو رحنا للبروبوز ماتيريال الفابريك طلع برضك عندنا المقاس برضك قلب الفابريك اللي موجود 3.55، وبعد البي في سي كوتد 4.75 ملم طبقا للمواصفات ومطابق للمواصفات كذا، تمام. بالنسبه للفتحه برضك 50 في 50، ومعانا توليرانس برضك زائد او ناقص 3 ملم، وكده اشتغل كويس تمام مطابق للمواصفات. بالنسبه للبوست سواء ان هي لاين بوست او كورنر بوست، بالنسبه للبوست او الاعمده او القوايم بتكون اللون اللي موجود مثلا في المواصفات اللي موجوده عندنا اخضر غامق، ويكون مغطى طبعا من البي في سي. سماكه البي في سي اللي موجوده 508 مايكرون. رحنا هنا هنلاقي برضك نفس الكلام، وان هو مطابق للمواصفات وتمام. بالنسبه للميتال بوست مطابقه للمواصفات الامريكيه رقم كذا والاسكادوال كذا، ده بالنسبه للمواسير نفسها لازم تكون طبقا لجدول معين ومطابقه ده بالنسبه للجلفانايزد يعني اللي هو قبل البي في سي كود. فعندنا برضك مطابقه للمواصفات الاي 5 اي 53 واسكادوال 40، تمام. هنا برضك ذكر قطر البوست اللي موجود الاوتر بوست اللي بالنسبه لللاين بوست عندنا 60.3 ملم، ده بالنسبه لللاين بوست. بالنسبه للاند بوست او الكورنر بوست هيكون عندنا المقاس 88.9 ملم، وانه ده مطابق للمواصفات او الرسومات اللي موجوده عندنا، فتمام. بالنسبه للبايبات بالنسبه للقوايم الراسيه الاكستنشن ارم الدراع اللي بيكون موجود اعلى اللاين بوست علشان نحط عليه البربد واير او الاسلاك الشائكه، بيكون مصنع من الماده الاستيل اللي موجوده، ودرجة او زاوية 45، ومكون من 3 صفوف علشان يشيل البربد واير. هنا برضك نفس الكلام نفس مادة الستيل، ومطابق لمواصفة الامريكية ASTM 36، وعندنا 45 درجة انجل، ويقدر يشيل 3 خطوط من البربد واير ومغطى بالبي في سي كوتد. الاستريتشر بار
ده اللي احنا كنا قلنا انه بيشد الفابريك على البوست اللي موجود عندنا. الاستريتشر بار من الجلفانايزد ستيل ومغطى من البي في سي كوتد، اقل مقاس 20 × 6 ملم، طبعا 20 × 2 سم ده اللي هو العرض، والتخانه بتاعته 6 ملي، مطابق للمواصفه الامريكيه ASTM A 36M. هنا برضو في نفس الفكره، بس هنا المقاس اكبر، يعني ب 25 كمقاس اكبر شويه، التخانه اللي هي بقت 5 ملي، ومطابق للمواصفه الامريكيه كذا، وقلنا خلاص نقدر نمشيها مع بعض. بالنسبه للتنشن واير اللي هو بيشد الفابريك نفسه، برضو مغطى بالبي في سي كوتد، مطابق للمواصفه الامريكيه رقم كذا، وكلاس 2A مطابقه للمواصفه كذا. برضو التنشن ارم تنشن واير مغطى نفس المطابقه ونفس درجه الكباس. بالنسبه للاسلاك الشائكه الباربد واير، البي في سي كوتد، مصنع من البي في سي كوتد، مطابق للمواصفه الامريكيه رقم كذا وكلاس 1 نفس الكلام. الميتاليك كوتد ده بالنسبه للبي في سي كوتد بربد، لو في عندك ميتاليك بيكون بس بدون تغطيه، زي ما انت شايف مطابق للمواصفه الامريكيه رقم كذا، ولو محتاج زنك كوتينج بيكون في الالومنيوم كوتينج تايب A، وده مطابق كبديل اللي هو الكوتينج الميتاليك كوتينج. هنا قال انه ميتاليك كوتد ومطابق للمواصفه الامريكيه، ونوع الزد تايب زد فور زنك كوتينج ستراند واير ومطابق. بالنسبه للميتاليك بريسز او الدياجونال بريسز، البريسنج اللي بتكون معموله في النهايز اللي هي بتكون داعمه للسور، القطر الخارجي او قطر الماسوره يكون 42.2 ملي، وتخانه او سماكه الماسوره 3.56 ملي بالنسبه للسكنس. السكادوال 40، وبالنسبه لمطابق المواصفه الامريكيه ASTM 53M، والوزن بالنسبه للمتر طول 3.39 كيلوغرام على المتر. هنا نفس الكلام وقلنا ماشي. بالنسبة للجيت فريم او القوايم اللي هي هتكون شايلة البوابة، القطر الماسورة 60.3، وتخانة البايب او تخانة الماسورة 3.91 ملي، والنومنال هنا 50، مش النومنال هنا المقاس اللي موجود 50، والسكادوال 40 ومطابق للمواصفة الامريكية، والوزن بالنسبة للمتر الطولي نفس الكلام بالنسبة للسبلاير وتمام. بالنسبة للجيت بريسنج برضو الماسورة المستخدمة 42، والاستخانة والمقاس والاسكادول المطابقة للمواصفة الامريكية والوزن. الجيت بريسنج برضو في السبلاير نفس الكلام، وقلنا ان هو comply with the requirement. هنا خلاص احنا كده وصلنا انه الراجل ده ابروفد، وانه مطابق للمواصفات اللي احنا محتاجينها، ونقدر نبعت له المواد اللي احنا عايزينها، الكميات اللي احنا محتاجينها، ونقدر نوردها للمشروع بناء على الموافقه اللي تمت كسبلاير معتمد ومطابق للمواصفات اللي احنا عايزينها. ان شاء الله خلال الفيديو اللي جاي هنحاول نوضح ازاي تطلب الكميات اللي موجوده عندك بالنسبه للسور، لو هي مش موضحه بالتفصيل الكميات اللي موجوده بالنسبه لمكونات السور. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.